من ضمن الاسئله، ادخل القسم اللي انا حباه داخل كليه اداب، ولا ادخل القسم اللي مستقبله افضل ممكن ما اعرفش اتاقلم فيه يعني لاني مش حباه قوي؟ نصيحتي يا اميره تدخلي القسم اللي انت حباه، لان اللي انت حباه هو اللي هيكون مستقبله افضل. اللي احنا بنعمله حاجه ان احنا بندخل حاجه احنا مش حابينها لان الناس قالت لي انه مستقبله افضل، وده انا غلط، انا غلطت فيه. عشان كده انا يعني انا جايلك من المستقبل، انا ما كنتش بحب تخصص المحاسبه، هو ده اللي مستقبله افضل، هو ومعرفش مين، وشوف ده مين اللي سافر وده اللي عمل وده اللي راح، وفي الاخر لما خرجت لان انا مش حابه ما قدرتش اكمل، وعلى العكس وقعت في ماده كمان في الكليه. فخلي بالك، لا ادخلي على الحاجه، ودي نصيحتي بقى وعاوزه تاخديها خديها، ادخلي على الحاجه اللي انت بتحبيها، سيبك من المستقبل افضل. كل حاجه الارزاق على الله والمستقبل على الله، يعني بقول الشيخ جابر البغدادي يقول لك العصفوره وهي طالعه مش شايله معاها دي فريزر تشيل الحقيقه. يا ستي سيبي المستقبل، المستقبل على الله، ركزي انت حاجه بتحبيها تبدعي فيها وتكسري الدنيا، والناس هتطلبك بالاسم، وربنا يوفقك ويرزقك كل خير. ادخلي واتكلي على الله.